بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على فضل الله تعالى أكرمنا بالنعم الكثيرة، ووجدنا أن كثير من المشاكل الصحية التي الإنسان يعاني منها ممكن تغلب عليه بأساليب بسيطة، لا أقول ميسرة، أقول بسيطة، لأن في البساطة قوة. فتصوروا كيف أنه ناس يعانون من الضغط المرتفع. الضغط المرتفع ممكن يدمر الكلى، يدمر الدماغ، يدمر العين، ويدمر كثير من راحة الإنسان. فتغلب على هذا الضغط المرتفع أول شيء لابد أن نقوم به بداية وقبل كل شيء هو أننا نأخذ زيت الزيتون. علاش زيت الزيتون؟ عندما نأخذ زيت من زيت الزيتون ونأخذ 3 ملاعق كبار على الريق، ممكن نضيف على زيت الزيتون ثوم مشوي، ثوم طازج مقشر 100 غرام في اللتر. هذا الزيت الزيتون الذي رقدنا فيه الثوم الطازج المقشر وجدنا على أنه من أرفع ما فيه لإعادة التوازن عمل القنوات الدموية وعمل الشرايين وعمل القلب، لأن الضغط المرتفع كاين عناصر كثيرة تتدخل في توازن الضغط اللي هما القنوات الدموية والقلب. حقا كاين المزاج وكاين السمت وكاين التوازن راحة الإنسان. إذن فأول شيء نأخذ زيت الزيتون مع 5 صباحا ساعتين قبل الإفطار، لأن هذا زيت الزيتون أول ما يقوم به تنقية القنوات الدموية، ثانيا تقوية القنوات الدموية، ثالثا تقوية القلب، رابعا وخامسا تقوية الشرايين، تقوية الكلى، تنقية الكبد وتقويتها، تنقية الدماغ. فنجد التوازن الهرموني متميز، لأن من بعد 3 أشهر من أخذ كل يوم 3 ملاعق قبل ساعتين قبل الإفطار وجدنا على أن هذا الأسلوب من أرقى ما فيه لضبط كل المشاكل المتعلقة بالالتهابات وعياءات القنوات الدموية. وهذا الأسلوب استطعنا بفضل الله تعالى أن نحصل على التوازن، توازن الضغط، الشغال، حسن الشغال القنوات الدموية والدماغ والقلب، ثم الدماغ والكبد والكلى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.